مرحبا أطفالي الأعزاء، اليوم سنقوم بدراسة الدرس الأول وهو الأشكال. ما هو درس الأشكال؟ سنتعلم اليوم الأشكال. وبماذا سنبدأ يا أطفال؟ سنبدأ بالمربعات. ماذا سنبدأ يا أطفال؟ المربعات. لنتعرف في بادئ الأمر عن المربع. فما هو المربع يا ترى؟ المربع سيكون بهذا الشكل. هذا مربع، وهذا أيضا في وسطه يسمى مربع. سأرسم مربع صغير. هذا مربع مثل الصندوق. هذا أيضا مربع. هل تعرفتم عن المربع؟ أحسنتم يا أطفال. يوجد به أربع جهات: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أربعة مربع، أربعة مربع، لذلك سمي بمربع. هل حفظتم شكل المربع؟ لنرى أصدقائي ماذا يقول السؤال. ألونوا المربعات بالأحمر. ألونوا المربعات بالأحمر. سأختار اللون الأحمر ثم سأرى أين المربعات. هل هذا مربع؟ نعم يا أطفال، هذا مربع. إذن سألون هذا. وهل هذه النجمة هي مربع؟ لا، فهي اسمها نجمة، إذن ليست بمربع. وهل هذا اسمه مربع؟ لنعد معا عدد أضلعه. هذا واحد، وهذا اثنان، وهذا ثلاثة، وهذا أربعة. إذن أربعة مربع. إذن هذا هو مربع. أحسنتم. وما هذه يا ترى؟ إنها تشبه، ما هو الشكل؟ الدائرة. وهل الدائرة مربع؟ لا، الدائرة هي ليست بمربع. إذن المربعات التي سألونها باللون الأحمر هي هذا المربع وهذا المربع. فلنلون معا يا أطفال. لقد أنهيت التلوين يا أطفال باللون الأحمر. هذا مربع صغير وهذا مربع كبير. لنمر الآن إلى السؤال الموالي. ماذا يقول يا ترى؟ أرسم مربعا كبيرا وألونه بالأزرق، وأرسم مربعا صغيرا وألونه بالأصفر. فلنعيد السؤال يا أطفال. أرسم مربعا كبيرا، كبيرا مثل هذا المربع، وألونه بالأزرق. لنأخذ من هنا قلمي الأزرق، هذا قلمي الأزرق. ومربعا صغيرا مثل هذا وألونه بالأصفر، فلآخذ قلمي الأصفر. لدي الأزرق والأصفر. الأزرق سألون به المربع الكبير. أحسنتم. هنا المربع الكبير لنرسم. إذن مربعا كبيرا، هذا مربع، إنه كبير. ما أكبرك يا مربعي؟ سألونه بالأزرق فيما بعد، ولكن علي أولا برسم المربع الصغير. أحسنتم.
أحسنتم، هنا سيكون لدي مربعا صغيرا جميلا. ما أجملك يا مربع الصغير، هذا كبير وهذا صغير، هذا كبير وهذا صغير، مربع كبير مربع صغير، مربع كبير مربع صغير. سأقوم الآن بتلوين مربعي الكبير باللون الأزرق، وسأقوم بتلوين مربعي الصغير باللون الأصفر. هيا يا أطفال نلون المربعات. هكذا يا أطفال أكون قد أكملت تلوين المربعين الأصفر والأزرق. لنعيد كرة اسمي، نعم اسم المربعات، هذا مربع كبير وهذا مربع صغير، كبير وصغير، أحسنتم. ركزوا يا أطفال، هذا صغير وهذا كبير، هذا كبير وهذا صغير، أحسنتم يا أطفال الصغار. الآن لم يتبقى لدي سوى كتابة المربع، علي كتابة كلمة مربع، مربع. سنبدأ بكتابة كلمة مربع مثل ما هو موجود أمامي. نبدأ بحرف الميم، مو، وحرف الميم يأخذ مربع صغير واحد، ثم حرف الراء نجم نطلع به مربع واحد ونهبط به واحد اثنين، ونهبط به زوز مربعات اللوطة، نعمل راء الفتحة. ثم حرف الباء أكيد باش يكون مربع واحد الكبر متاعو، نعمل له النقطة الشدة والفتحة. ثم نكتب حرف العين، حرف العين من فوق يكون صحيته كما هكا، يكون مربع واحد ونهبط به مربع اثنين، ونزيد شوية مربع اثنين صحيته، ونعطيه زوز ضمات مربع. انا كتبت كلمة مربع، انتم اصدقائي الاطفال باش تكملوا النقاط الباقية، معناتها باش تكملوا تكتبوا مربع هنا وهنا 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 وبقية النقاط، هكاك باش تتعلموا انتم كلمة مربع على خاطركم باش تسحقوها في الحساب باش نجموا تجاوبوا عن الأسئلة، أحسنتم يا أطفال. لنمر يا أطفالي إلى الشكل الموالي وهو مثلث، وهو مثلث، فلنعيد يا أطفال، مثلث مثلث، أحسنتم. سأقوم بتصوير المثلث، المثلث هو بهذا الشكل. انظروا، واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة مثلث، ثلاثة مثلث، والأربعة هي مربع، واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة مربع، فلنكتب عدد أربعة، رقم أربعة، أربعة مربع، ثلاثة مثلث، ثلاثة مثلث، لأنه به ثلاثة أوجه، هذا وجه اثنان ثلاثة، والمربع لأن به أربعة أوجه، وجه اثنان ثلاثة أربعة. فلننتقل الآن إلى التمرين. ماذا يقول تمريني؟ يقول ألون المثلثات. أين هي المثلثات يا أطفال؟ هل هاته أم هاته؟ أكيد لا، هذا مثلث أول
وهذا مثلث ثالث. إذن سألون هذا المثلث وهذا المثلث. أحسنتم يا أطفال، فلنلون معا المثلثات. لقد قمت يا أطفالي بتلوين المثلثين، هل قمتم أنتم أيضا بتلوينهم؟ أحسنتم، أحسنتم عملا يا أطفالي. هذا مثلث، هل هو كبير أم صغير؟ إنه كبير، أحسنتم. وهذا المثلث هل هو صغير يا أطفال؟ نعم، هذا صغير وهذا كبير، مثلث صغير مثلث كبير، مثلث صغير مثلث كبير. فلننتقل إلى السؤال الموالي، ماذا يقول يا ترى؟ أرسم مثلثا وألونه بالأحمر، هل تعرفون اللون الأحمر يا أطفال؟ أين هو يا ترى؟ من بين هذه الألوان، هل هو هذا؟ أم هذا؟ أم هذا يا أطفال؟ هيا، أين هو؟ أين هو؟ أين هو اللون الأحمر؟ إنه هذا، وإنما هذا اللون الزهري، وهذا الأزرق، وهذا الأحمر. فلننتقل إلى رسم مثلثي وألونه بالأحمر. هذا مثلث، ما أكبر مثلثي وأجمله. الآن سأقوم بتلوينه. لقد أكملت يا أصدقائي الصغار تلوين مثلثي باللون الأحمر. كل ما عليكم الآن وما تبقى هو كتابة كلمة مثلث مثل ما كتبنا كلمة مربع. أنا سأكتب كلمة واحدة ثم أنتم ستقومون بإتمام بقية الكلمات. مو حرف الثاء، مثا فتحة، مثلى حرف اللام يأخذ ثلاث مربعات وشدة، وحرف والفتحة مثلث، ثم ضمتان مثلث. كل ما عليكم هو إتمام بقية الكلمات. أحسنتم يا أطفال، لقد انتهى درس اليوم. إلى اللقاء.